الرحمن الرحيم. طبعا الإدارة الديمقراطية عينها الآن على الانتخابات، وهي من أن تتوقف الحرب قبل أن يقبلوا على الانتخابات. إذا ظلت الحرب مشتعلة إلى أن يأتي موعد الانتخابات تزداد حظوظ ترامب، وهذا ما يخيفهم. هذا بالإضافة إلى أن قطاعا من أتباع وأنصار الحزب الديمقراطي يضغطون على قيادة الحزب حتى يوقفوا الحرب، لأنه في قطاع منهم مؤيد لفلسطين، وقد انعكس هذا في التصريحات التي عبرت عنها المرشحة الرئاسية. صحيح، لكن ألا يبدو أن وزير الخارجية بلينكين يعمل وكأنه وزير خارجية نتنياهو؟ يعني بمثل هذه الطريقة لن يصل إلى حل يفيد حتى بايدن ومرشحة الديمقراطيين، أقصد في الانتخابات. نعم صدقت، حتى أن الإعلام العبري وجه هذه الانتقادات صراحة لبلينكين، واعتبره يشتغل لصالح نتنياهو، وهذا يخالف ما يريده الأمريكان. يعني الإدارة الأمريكية الحالية صحيح أنها تدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من إمكانات، ولكن العلاقة بينها وبين نتنياهو متوترة. بلينكين لا يخدم مصلحة الإدارة الأمريكية، بل يخدم مصلحة نتنياهو الذي يرى في وقف الحرب ضررا كبيرا يلحق به. إذن كيف تقيم موقف حركة المقاومة الإسلامية حماس، وهي هذه المرة لا تريد أن تتراجع أبدا عما وافقت عليه في 2 يوليو عبر يعني ما طرحه بايدن؟ كيف ترى لأهمية هذا الموقف، وكيف سينعكس في المفاوضات غدا في القاهرة؟ هذا الموقف من قبل حركة حماس فيه دلالة على أن الحركة ما زالت في قوية ومتماسكة، وأنها قادرة على أن تقول لا. يبدو أن الشروط التي جاء بها بلينكين تفترض أن حركة حماس تلقت ضربات موجعة يمكن أن تجعلها تستسلم وتخضع لهذه الشروط المتدنية. ففوجئ الجميع الحقيقة بموقف حماس الذي قال لا، نحن شروطنا معروفة لا يمكن أن نتنازل عنها، إذا رغبتم كان بها وإذا لم ترغبوا فنحن صامدون. نعم، لكن كيف ترد على بعض الأصوات اللي للأسف تكرر دعايات إسرائيلية، وهي تلوم حماس أنه عدم قبولها سيجعل الجرائم تستمر في غزة؟ للأسف هناك أصوات تتكلم بلسان عربي مبين ولكنها صهيونية. هناك وسائل إعلام تنفق عليها المليارات دعما للصهيونية ولإسرائيل. هؤلاء الحقيقة هم خصم للشعب الفلسطيني وخصم للمقاومة في فلسطين. لكنهم يقولون أنهم حريصون على الدم الفلسطيني، فلتقبل حماس بأي صفقة وقد يكون في ذلك حل. الحرص على الدم ليس دائما هو الخيار الصحيح، لأنه في بعض الأوقات أنت تدفع الدم مقابل أن تحقق نتائج. أنت تريد أن تتحرر من الاستعمار، تريد أن تستعيد كرامتك، ولا بد من التضحية. يعني الشعوب التي سبقتنا مثل فيتنام والجزائر وجنوب أفريقيا وغيرها، لو أنها خضعت لمقولة أنه ينبغي علينا أن نحقن الدماء والأولوية هي لحقن الدماء، لما تحررت بلدانها ولما استعادت كرامتها وحريتها. نعم، يعني هو الأمر الآخر أيضا قضية أنه ماذا لو قبل الفلسطينيون بكل ما تطرحه إسرائيل؟ هل إسرائيل ستجنح للسلام أم أنها لا تعترف أصلا بأي حق للفلسطينيين؟ يا أخي، هذا المشروع الصهيوني موجود منذ 100 عام تقريبا، والصهاينة لا يرضيهم إلا أن يأخذوا مزيدا من الأرض ويستعبدوا السكان الذين يقيمون عليها أو يخرجوهم من ديارهم كما فعل مع أهلنا منذ عام 48 حتى الآن. وقد جرب فصيل من الفلسطينيين الذين وقعوا أوسلو مع الصهاينة، جربوا، فماذا جنوا؟ جنوا ذلا وعارا وهزيمة وكراهية من قبل عامة الناس لهم. الحقيقة أنه لا يوجد سوى حل واحد،
وهو الصمود والإصرار على الحقوق وتقديم كل ما هو غالي ونفيس من أجل تحقيق هذه الغايات. نعم، عمليات جبهات المساندة كيف يعني تتوقع أن تؤثر في دعم قوة موقف حماس التفاوضي؟ لا شك أن أي جهد مقاوم في أي مكان في العالم العربي يعزز من موقف المقاومة بالتأكيد، لا 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 جدال في ذلك. والذين يقاومون أو يسندون المقاومة هم أكرم وأعز من أولئك الذين يخذلون ويحاولون أن يخدموا المشروع الصهيوني من خلال الدعاية المغرضة.